البطل من هنا، البطل بتاعها من هنا. ايه؟ رعاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين قناة منوعات رحالة هواة الدراجات البخارية موتوسيكل. النهاردة معانا مكنة كده برضو من الزمن القديم، مكنة سيزيت موديل 1997. هنتعرف برضو على المكنة كده وهنعمل بيها رحلة صغيرة. المكنة برضو يا جماعة نفس تصميم التوين، طبعا المكنة ده يا جماعة 4 غيار، الغيار بتاعها ده الأول بتدخله كده لجوه، بعد كده بترجع تبدأ تضرب المنافلة، بترد تديها بقى لإيه الأولاني بتاعها يبقى لتحت، بعد كده بقية الغيارات لإيه لفوق. 4 غيار هي، الأولاني لتحت والباقي لإيه لفوق. تمام، هنبدا ندور المكنه ان شاء الله. قلنا المكنه دي تشيكا يا جماعه اصلي. خد يالا، بتاخد برضو على كل 5 لتر ربع كيلو زيت، بتحطها مع التانك بيتحرق في ايه في غرفه الحريق مع البستل. المكنة برضو عادية، ده الدبرياج بتاعها. هنا المكنة دي حالتها يعني ايه مش قد كده، ده طبعا الاكسلاتير، العداد بتاعها، نتوكل على الله كده ايه ندور المكنة. ايه بس كده؟ انت بتديله استنى، انت بتديله فكه وبعد كده ترجع تقفل تاني. شوف المفتاح طيب كده. ها؟ ايه؟ يعني ايه 12 سنة؟ كهرباء. مستعد. ايوه. بتبطل من هنا. انت كده مبطل. تفتح ترجع تقفل تاني؟ لا همسك. وزي ما انتوا شايفين ابو يحيى كده هيدور المكنة. واخد بالك؟ ودور المكنة فعلا من تكة واحدة. ايوه يا ابو يحيى. دلع بقى وانت ماشي.